وإلى الصحف والمواقع الإلكترونية، نبدأ مع الأنباء الإلكترونية التي كتبت نقلا عن مصادر حكومية تحدثت عن مساعي جديدة لحلحلة على المسار الحكومي سيشهدها الأسبوع المقبل، ربما تفضي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع إذا ما سارت الأمور بحسب ما هو مرسوم لها. حيث نقلت المصادر الحكومية عن حزب الله استعداده للحلحلة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء. أوساط عين التيني تحدثت عن مواصلة الرئيس بري مساعيه الهادفة لحل الأزمتين الحكومية والدبلوماسية على أمل أن تحمل الساعات 72 المقبلة مفاجآت إيجابية شرط ملاقات باقي الأطراف السياسية الرئيس بري إلى منتصف الطريق. إلى أساس ميديا كتبت جوزيفين ديب بكركي تعبد الطرق الانتخابية لحاملي عناوينها. معلومات أساس تشير إلى أن اتصالات نشطت في محاولة لعقد قمة روحية تجمع الطوائف كافة بعد فشل المحاولات السابقة، لكن لما تصل هذه الاتصالات إلى خواتم إيجابية. وتلفت مصادر بكركي إلى أن بطريرك الصرح الماروني جاهز للمشاركة في أي قمة روحية من دون شروط، كذلك هو حال المفتي عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الطائفة الدرزية، غير أن العقبة التي تعترض عقد أي قمة روحية جامعة بحسب مصادر متابعة للاتصالات الجارية هي اشتراط المرجعية الشيعية إدراج بعض البنود الإشكالية في البيان الختامي، وهذا ما لا توافق عليه المرجعيات الأخرى. إلى الأنباء الكويتية، لاح في الأفق السياسي المسدود بصيص أمل يمكن أن يترتب على زيارة يحكى عن عزم رئيس مجلس النواب نبيه بر القيام بها إلى بكركي، يمكن أن تفتح باب قاعة مجلس الوزراء مرة أخرى لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يئن منها اللبناني منذ سنتين، ونيف إنما تبقى هذه في دائرة الثمانيات. إلى الشرق الأوسط، الأزمة مع الخليج تفرغ لبنان من الصناعيين. يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للشرق الأوسط أن كثرا من صناعي لبنان بدأوا فعلا بدراسة الأسواق في بلدان أخرى كعمان ومصر وحتى تركيا وقبرص بحثا عن مكان لنقلهم معاملهم، في الوقت الذي أقفل البعض معامله وفك ماكيناته وانتقل بالفعل. ويقول توجهنا مع وفد من الصناعيين إلى مسقط منذ فترة لدراسة السوق هناك، وقام البعض باستئجار مصانع في حين يدرس البعض الآخر إمكانية الانتقال. أما بعد كلام الوزير الأول والثاني حيث جاء بغير وقته، يقول إذن بكداشي أنه أصبحت كل الصناعات محظورة في المملكة، ويشير إلى وجود تخوف لدى الصناعيين من أن تحذو الكويت والبحرين والإمارات حذو المملكة. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تتابعونه في الشرق الأوسط، ولكن اقتصاديا نتوقف الآن. ومعنا مباشرة عبر تطبيق زوم الخبير الاقتصادي دكتور باتريك مارديني. صباح الخير دكتور. صباح النور. مني كم يوم يعني طلع الدولار بشكل مفاجئ. بطبيعة الحال الأحداث السياسية يمكن أن تعلي الدولار كاقتصاديين أنتوا أدرى، ولكن كل الناس عم تسأل شو هالسبب هالشبقة الكبيرة. السبب الأساسي للشبقة الكبيرة هي الخضات اللي عم بيعاني منها لبنان. أول خضة هي كانت داخلية مع الأحداث الأمنية اللي صارت بعين الرمانة، وتاني خضة هي المشكلة اللي صار مع دول الخليج مع المملكة العربية السعودية. هيدول الخطين خلوا انه صار في انهيار بسعر الصرف اللي سيطر شوي على السوق وما خلى الدولار يشبك بعد اكثر. هو انا برايي تدخل المصرف المركزي على منصة صيرفة، هيدي الناس مش كثير عم ينتبهوا لها. منصة صيرفة من شهرين كان التداول فيها تقريبا مليار دولار، اوكي سوبردون مليون دولار. اليوم التداول فيها من اول الشهر لهلا 4.5 مليون دولار، يعني المصرف المركزي عم بضخ اربع مرات دولار زياده بالسوق عن طريق منصه صيرفه لا يضبط سعر الصرف، والا كان سعر الصرف طلع اكثر بكثير. هيدي الخضات عم بتؤدي لشغلتين، خساره احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه مشان يهدي شوي الوضع، وارتفاع سعر الصرف اللي شفناه بالسوق السوداء واللي شفناه على منصه صيرفه، نط من 17 ل 19 على صيرفه، وبالسوق السوداء وصل لل 21 22 23. نعم، لوين معقول نوصل؟ خضات جايه، رفعت دعم قريبا حتى عن الامراض المزمنه وعن الاساسيات، وين معقول يصير سعر الصرف؟
ليكي اول شيء بموضوع رفع الدعم تحديدا، انا اذا بتلاحظي وقت رفعت الدعم عن المحروقات صحيح غليوا المحروقات بس رجعوا صاروا متوفرين بالسوق. المشكله الاكبر لموضوع الادويه المزمنه اللي صارت مقطوعه والناس اللي عاوزينها ما بقى عم بيلاقوها. اذا بنرفع الدعم عنها بتصير متوفره بالسوق، اذا ما معهم حقها بيضل يلاقوا جمعيات تساعدهم يامنوها يدفعوا عنهم، اما اذا مقطوعه من السوق هدول وضعهم مش منيح. بتصور افضل اذا بنرفع الدعم على موضوع المحروقات. نرجع لسعر الصرف، سعر الصرف اللي خضنا مع الخليج كثير كثير رح تاثر فيه سلبا، خصوصي اذا صار في تصاعد للقوات، لانه الخليج تاريخيا اول شيء بيستثمر بلبنان كثير اوتيلات وهيك قصص وبيجوا سياحه على لبنان لفتره واقفه، بدل ما نرجعهم هلا خلص بتصور ما بقى في امل يرجعوا. شغله ثانيه بيجينا كثير تحويلات دولار من الخليج بعد ما وقفوا لنا التحويلات خاصه من المملكه العربيه السعوديه، اذا هيدي بدها توقف مستقبلا كثير بدها تاذي لبنان. وثالثا اليول الصناعيين اليوم اللي ما بقى فيهم يصدروا على الخليج، هدول ما بقى فيهم يفوتوا دولار على البلد، ومثل ما قلتي حضرتك من شوي اذا بدهم ينقلوا على بلدان ثانيه بيعملوا لك كمان مشكله بالاستيراد، يعني يوم كانوا عم بيامنوا لك شويه حاجات للسوق المحلي اذا بدهم يفلوا من لبنان لينقلوا على بلد يقدروا يصدروا منه على السعوديه، ما بقى عندك صناعه محليه وبالتالي انت بدك تستوردي اكثر، بصير عندك عجز اكبر من ميزان المدفوعات. انا برايي الازمه مع الخليج اثر على لبنان كثير كبير، جزء منها مش مبين لانه المصرف المركزي تدخل وضخ دولار عبر منصه صيرفه، وجزء ثاني كمان مش مبين لانه ببين بعد فتره بس يبلشوا الصناعات يدخلوا لبنان. انا برايي هذا شيء كثير خطير ويجب معالجته سريعا اذا بيتعالج. إذا بيتعالج، هي المشكلة إنه عم نعرف شو المشكلة، عم نضوي على المشكلة، ما في علاج، عم نروح على الأسوأ، هيدا بدل إنه نحن بعدنا عم ننازع للوصول إلى الارتطام اللي هو حضرتك رح توصف لي إياه إذا ضلينا هيك. ليكي للأسف الشديد في خطوات بلبنان بتقدر توقف الارتطام أو إذا بدك تخفف من حدته، مش عم نعملها، عم نعمل عكسها. شو هن الخطوات تحديدا اللي لازم تتخذ؟ 100%، لكن اليوم في حزبين بلبنان، اوكي؟ عندك الحزب اللي بيناسبه انهيار سعر الصرف، اللي هن الحكومه اللبنانيه والمصارف، لانه عم بيمولوا نفقاتهم عن طريق طباعه الليره، المصارف عم بيسحبوا دولارات زبوناتهم بالليره لانه المصرف المركزي عم يدفع لهم اياها، والحكومه اللبنانيه منا عم تعمل اصلاحات وبعدها نفقاتها اعلى من ايراداتها، وهلا قبل الانتخابات بدهم يزيدوا نفقاتهم بشكل معين قبل الانتخابات، وبالتالي هيدا كله عم يمول من خلال طباعه الليره. طباعه الليره هي سبب التضخم، وبالتالي اليوم حزب المصارف والحكومه مستفيدين من التضخم على حساب طبعا الشعب اللبناني والقطاعات الانتاجيه كلياتها، صناعه، زراعه، سياحه، كلهم مع بعضهم بفرد باكج. هدوليك يعني الشعب اللبناني صار 70% تحت خط الفقر بسبب هذا التضخم، ما هيك؟ والقطاعات الانتاجيه منا عم تقدر تشتغل لانه سعر الصرف عم بيتقلب كثير، مش عم يعرف بدهم يبيعوا، مش عم يعرفوا كيف بدهم يشتروا، مش عم يعرفوا كيف بدهم يسعروا، وبالتالي ناس بدها استقرار بسعر الصرف، وناس بدها انه التضخم يستمر. انا برايي هيدي هي اليوم المعركه الحقيقيه بالبلد، والربحان هن جماعه التضخم، يمكن لانه السلطه بايدهم، ويمكن والحل هو انه اذا بنعمل مجلس نقد بنعمل استقرار لسعر الصرف، ولكن هيدا الشيء بيمنع تمويل النفقات وسحوبات الزبائن من المصارف عن طريق التضخم، ما بيناسب هيدول، هيدوليك بيناسبهم بس بعدهم مش فاهمين انه مجلس النقد بيناسبهم، وانا بتصور هيدا الشيء كثير مهم وهيدا رح يحدد المرحله الجايه. نعم، اذا ما بيناسبهم يعني ما رح يصير في صندوق نقد او هذا المشروع، الى اين يعني؟ ليكي حسب، يعني انت اليوم 70 يعني كل البلد اليوم بده الليره تستقر، وبده انه الخضات اللي بتصير ان كان مع دول الخليج ولا الخضات السياسيه ولا الخضات الامنيه ولا شو ما ممكن يصير عندنا، بده اياها ما تاثر على سعر الصرف. نحن اليوم عم نعمل نظام صرف عائم، وكل خضه من هيدول دولار بده يشبه طلوع، الشيء الوحيد اللي بيعزل اذا بدك سعر الصرف عن هيدي الخطات هو انشاء هيدا الكارنسي بورد، مجلس النقد، اللي اذا بدك بخلي الليره اللبنانيه تصير نسخه طبق الاثر عن الدولار، وبالتالي ما بتعود مرتبطه بالاقتصاد اللبناني، بتصير اكثر مرتبطه باقتصاد عمله الاحتياط اللي هي اذا بدك الاقتصاد الامريكاني. ولكن مثل ما قلت لك في الناس اللي بيستفيدوا من هيدا الشيء بعدهم مش واعيين انه هيدا الشيء بيفيدهم، يمكن لانه ما عندهم الاقتصاديين اللي عندهم اياهم هيدوليك، والناس اللي مش مستفيدين من هيدا الشيء عم بيشتغلوا لانه يمولوا اذا بدك
نفقاتهم عن طريق طباعة الليرة، وكثير مدمنين على موضوع طباعة الليرة، وصعب يطلع الواحد من الإدمان إذا الواحد قدر يصرف من 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 التضخم، يعني بيدفع غيره الفاتورة على زيادة الأسعار، صعب كثير تقنعيه إنه يطلع من هذا السيستم، إلا إذا بتعطيه شيء أكبر اللي هلا بلشوا يحكوا فيه اللي هو الهيركت. يعني مصاري شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا إنه يا أما بنعمل هيركت على المودعين عم نرد لهم دولارات، يا أما منطبع ليرة ومنرد لهم دولاراتهم بالليرة. هيدول الخيارين اللي عم بيعطوهم، مش عم بيرضوا بخيار ثالث بديل إنه يا جماعة خلونا نعمل مجلس نقد، نعمل استقرار للاقتصاد، يرجع النمو على البلد، وشوي شوي بتقسطوا مصريات سكانكم بالدولار. هيدي رافضينا، مصرين يا أما بدهم يردوا لهم إياها بالليرة عن طريق الطباعة، يعني عن طريق التضخم، يا أما بدهم يعملوا هيركت للزبونات. وأنا برأيي حرام اللي عم يصير بلبنان، لأنه في حلول بتخفف من الارتطام، بس لازم بقى نقتنع فيها. للأسف دكتور، هذا الشلل الحكومي والسياسي، هذه الأوضاع السيئة والعلاقة السيئة مع الخليج اللي عم بتزيد يوم بعد يوم، إذا ما انحلوا لأي درجة سيؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ في كتير قصص رح تأثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أول شيء أنه أنت ما عليك حكومي عم تجتمع، ما هيك؟ ثاني شيء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي بتجيب لك كلها على بعضها 4 مليار مقسطة على 4 سنين، بدهم يطلبوا منك اصلاحات بالمقابل. هلا جزء الاصلاحات منيح، بس جزء ال 4 مليار هذا سقفها 4 مليار مقسطة على 4 سنين. طب نحن بيفت لنا تحويلات من الخليج 4.5 مليار بالسنة، نحن السياحة عندنا كانت تفوت لنا بالزمانات 7 مليار دولار بالسنة. إذا نحن متكلين إنه والله بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي بس بنضلنا مزعلين كل الدول اللي حوالينا اللي كان يجينا من عندها مصاري، هالمفاوضات ما رح تعملنا شيء، لأنه حتى استعادة الثقة بتبطل كافية. أنا برأيي لازم بقى نرجع ل إذا بدك الأسس تبعونا، لازم نعمل استقرار لسعر الصرف، نحيده عن الخضة. يعني ليكي إذا مفكرين نحن إنه والله لبنان بعد ما نعمل هيركات ونعمل إعادة هيكل للقطاع المصرفي ما بقى رح يعود في خطاط، ما بقى رح نعمل مشاكل لا مع الخليج ولا مشاكل داخلية ولا مشاكل سياسية، إيه فينا نضل على سعر الصرف المعوم اللي نحن هلأ بلشناه على منصة صايرة. يعني اليوم في لبنان سعر الصرف صار معوم، فينا نمشي بهذا النظام. ولكن إذا نحن متخيلين أنه بلدنا يعاني من عدم استقرار، من كل أنواع عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي والأمني والاجتماعي وكل هاي دولة، حتى إذا عملنا هيركا وحتى إذا عملنا إعادة هيكلة للقطاع العام، وأنا برأيي هاي دولة اتنياتهم كتير صعبين، وحتى لو قدرنا نعيد التفاوض مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة الدين العام، يعني عندنا القطاع العام وعندنا الدين العام هو غير عام بعض. حتى إذا بنعمل كل هاي دولة، ما كل ما يجيك خط الدولار بده ينط طلوع. بلد غير مستقر مثل لبنان ما بيناسبه سعر الصرف العالمي، الا اذا بده يحل كل مشاكله، الا اذا بيصالح الخليج وبيوقف مشاكل داخليه وما بيعود عندنا مشاكل امنيه وما بيعود عندنا مشاكل سياسيه، ايه ساعتها اوكي فينا نعمل نظام صرف عائم. بس انه ساعتها عم نحلم شوي وعم نحلم شوي بهدول الحلول. دكتور، اذا بقي والارجح يبقى الوضع على ما هو عليه، تتوقع يرتفع سعر صرف الدولار، سعر الدولار؟ ايه بتوقع يرتفع. هلا ليكي قطع كم يوم كثير ضغط فيهم على سعر الصرف، المصرف المركزي دخل له بفرد نهار 7 مليون دولار و8 مليون دولار بعز الازمه مع الخليج، اليوم عم يضخ اقل، يعني السوق استقر شوي على سعر صرف اعلى، بس بعده عم بضخ اكثر من المعدل اللي كان يضخه قبل، يعني بعده الضغط موجود، يعني بعده السوق عم بيستوعب الخضه اللي صارت مع الخليج. هلا اذا بده يصير في خضات ثانيه، يعني اذا الخليج بده يعمل خطوات تصعيديه، دول اخرى من الخليج بتمنع مثلا الاستيراد على لبنان، بتحجز حجز السعوديه، او مثلا السعوديه بتصعد اكثر ويكون ممنوع حدا يحول مصاري على لبنان، هيدا الشيء كثير رح ياذينا، والدولار رح ينهار اكثر. يعني قد ايه بنوصل تقريبا اذا هيدا القرار اتخذ برايك؟ ما في سقف، لانه زياده عن هيدول اذا بدك المشاكل الظرفيه، عندنا مشاكل مستدامه كمان عم بتطلع سعر الصرف، اللي هي الطباعه المستمره للليره لتمويل سحوبات يعني لتغطيه خسائر المصارف لتغطيه عجز الموازنه العامه. نعم. كل شيء عم نطبع الليره اكثر من دخول الدولار على البلد،
دولار رح ينهار بغض النظر على المشاكل، بتزيد الظهر والمشاكل، يعني الله ينجينا من الآتي لأنه فايتين على ظروف صعبة. للأسف يعني نحن عم تقول هلأ يمكن ثبت، بس بعدنا 22600 وهيدا السعر شوي يعني مش شوي كتير عالي، وعم نوصل لمحلات أنه عم نتقبل اللي عم بيصير ونقول خلينا نوقف هون لما نرجع نطلع، أكيد ما رح ننزل يعني. لكن أهم شيء نحن نعمل استقرار لسعر الصرف. إذا السعر الصرف بيستقر بصير البلد في يرجع يشتغل من جديد، بصير الناس تعرف تسعر. اليوم هيدا بده قرار ولا بده المجلس النقد اللي حكيت عنه؟ بده الحكومة اللبنانية تحط مجلس النقد على الطاولة وتقول يا جماعة نحن عم نفكر نعمل هذا الموضوع، وتروح عند صندوق النقد الدولي وتقول له بدنا يكون مجلس النقد جزء من الحل، بدنا نحط هذا الشيء على طاولة البحث. نعم. كل شيء ما نحط هذا الشيء على طاولة البحث وفايتين بالنظام العائم اللي هلا عم نعمله، اللي هو بيمشي لبلدان مثل أمريكا وأوروبا بس ما بيمشي لبلدان صغيرة وبتعاني خضات مثل لبنان، هذا الشيء ما رح يصير. وبالتالي إيه بدنا إرادة سياسية. طبعا في لوبينج عم بيصير ضد الموضوع، قلت لك في ناس عم بيتضرروا من مجلس النقد ما بيقعد فيهم، بصيروا مجبورين يردوا مصريات زبوناتهم بالدولار، يعني ما بدهم يردوها بالدولار، وبصيروا بتصير الحكومه مجبوره تعمل اصلاحات، تخفض النفقات العامه، كل هالتخمه بالقطاع العام، كل هالمصاريف البلد تعمل انتخابيه بتكون، وهن ما بدهم يعملوا هذا الشيء، وبالتالي اكيد انه في معارضه بسبب مصالح خاصه، بس اكيد انه مجلس النقد مش بس بيثبت سعر الصرف، بينزله باول ليره، بينزل الدولار، بيساعد الشعب اللبناني، وبصير بيجيك استثمارات على البلد لتستفيد من اليد العامله اللي صار اليوم بلبنان رخيصه، يعني نحن اليوم بلبنان صار في عندنا فقر كثير كبير، والمعاش اذا بتكسريه على الدولار صار واطي، نعم. وعندك يد عامله كفؤه، ورغم هيدا الشيء ما في شركات عم تيجي تفتح بلبنان، لانه بعد ما في استقرار بسعر الصرف، بتقول لك وين انا بدي اجي وبكره الدولار بصير 40,000 بشتري ببيتي، اعطونا شويه استقرار، وفي كثير نعم. مغتربين لبنانيين مستعد يجوا ويفتحوا بزنس بلبنان، بس بدنا بالاول استقرار لسعر الصرف، ما بيقدر يجيبه بوضع لبنان الا مجلس النقد. نعم، الخبير الاقتصادي دكتور باتريك مارديني بشكرك لوجودك معنا صباح هذا الاحد. فاصل اعلاني نتابع بعده الحدث، والزميله سمر ابو خليل.